التواصل الاجتماعي، أصبحت المفاهيم المتعلقة بالمواطنة ليست مقتصرة على الجوانب السياسية والاجتماعية فحسب، بل تمتد إلى المجال الرقمي أيضا. تزايد الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا في الحياة اليومية أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة، من بينها ما يعرف بالمواطنين الرقميين، وهم الذين يمثلون فئة مهمة تتعامل بشكل فعال مع العالم الرقمي، يتأثرون به ويؤثرون فيه بطرق متعددة. سنتناول مفهوم المواطن الرقمي، دوره في المجتمع، التحديات التي يواجهها، وما مدى إمكانية أن يكون له من تأثير على مستقبلنا الرقمي. التكنولوجيا من أهم التوجهات العالمية في الوقت الحالي، حيث أحدثت ثورة في جميع جوانب الحياة اليومية والعملية في عديد المجالات والقطاعات الحيوية، فاتحة المجال أمام ما يعرف بالرقمنة الشاملة، الفرصة الكبيرة المتاحة لتحسين حياة المواطن. لذا يتوجب على المواطن مواكبة هذه التطورات. رانا في عالم الخدمات الإلكترونية، العالم الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، النقود الإلكترونية، أنا في عالم آخر لازم نعيشه من هذا العالم. كل يوم أنا نوضو سيبو المؤسسة جديدة، سيبو تكنولوجيا جديدة، سيبو المنافسة جديدة في مجالات مختلفة، وبالتالي الإنسان إذا لم يواكب هذا التطور من ناحية ثقافية ومن ناحية فكرية أيضا، فبالتالي يصل نوع من الخلل في التوازن. ما تقدرش تعيش في هذا العصر بالوسائل القديمة. الآن التعليم عن بعد أصبح ضرورة، التداوي عن بعد أصبح ضرورة. كان طبيب يقول لك لا ما تجيش لعندي، ما عنديش أنا مكتب، أنا نداويك عن بعد. رجع تقول له لا لازم لك مكتب. التاجر قال والله غير شفت موقع حبيت نشري عليه منتوج، نقول له والله نجيك المحل تاعك، يقول لك لا أنا ما عنديش محل. الرقمنة لازم نجوزوا لها سواء في لاباباراس، سواء في المعاملات، سواء في الخدمات، يعني تسهل وتربح الوقت يعني في بزاف أمور. أمر حتمي أن نروح للرقمنة. الرقمنة راهي كيما على قيد المثال الكهرباء ولا الاتصالات اللاسلكية ولا الانترنت، يعني هي شيء موجة قادمة لازم كل مؤسسة ناشئة لازم تتبعها، وكل مؤسسة اللي حابة تدير بروفيت ونجاح اقتصادي لازم تتبع هذه التكنولوجيات. المعاملات الإدارية الإلكترونية هي مجموعة من الإجراءات والعمليات التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات لإنجاز المهام الإدارية، تتميز بالعديد من المزايا، منها السرعة في الإنجاز، السهولة في الاستخدام، الكفاءة والأمان، حيث يتم حماية البيانات والمعلومات من السرقة أو الضياع. جميع المعاملات الإدارية اللي يقوم بها المواطن ولا الشركات تتم عن طريق الانترنت. واش راح نربحوا؟ اولا راح نربحوا الوقت، ما راحش يكون فيها تنقل، راح نربحوا الشفافية، لان اليوم كيكون الطلبات الإدارية تكون عن طريق الانترنت، يعني عندي صورة واضحة للطلبات وين جات وين تنفذت اكسيتيرا، دونك نقدر نراقب، ماشي محطوطة عند واحد إداري يقدر يدير واش يحب في الملفات. كيكون عندي المعاملة هذه راح تكون عن طريق الانترنت، اي واحد في اي منطقة راح يكون عنده نفس الحقوق ونفس الطريقة باش يدير هذه المعاملات الإدارية عن طريق الانترنت. كمواطن هي الوقت هو الشيء المهم لدى البشرية، يعني الوقت القيمة تاعو ما نقدروش. انا لو كان نروح ندير لاشان في تاع صونال الغاز باش نخلص اون فاكتور، ربما تروح لي 3 سوايع من لا جورني تاعي وانا نقدر نخلصها سور بلاس.
ثاني حاجه انه كي نخلص بهادو لي زابليكاسيون وتو سكي اونلاين نقدر ندير لا كونطابيليتي تاعي، نقدر نشوف حساباتي واش راني نخلص، هذه واش صرفتها، هذه واش ما صرفتهاش. حاجه ثالثه بالنسبه كيما نقولوا حنايا الحكومه اون جينيرال، البطاقات لحد الان راهي بطاقات سحب، كل واحد سالاري بدايه الشهر يروح يدير ان روتري ويجبد دراهمه، دونك ما درنا والو. واش تساعد الحكومه هنا؟ انه الاموال تبقى في البنوك، والاموال تبقى لا سيركيلاسيون تاعها تبقى اونلاين باش ما يكونش عندنا مشكل تاع لا ليكيديتي. بشكل تدريجي يتوسع استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات في الجزائر برغم حداثة تعامل المواطن مع هكذا تقنية، إلا أن منح التجاوب الإيجابي مع هذا التوجه ما فتئ يشهد ارتفاعاً خاصة لدى فئة الشباب. استعملوا هذه المنصات الرقمية والتطبيقات، يعني وهذا الدفع الإلكتروني سهل لك أكثر أنه تخرج برا ولا يعني فتدفع عن طريق البطاقة أو كذا، وتسهل لك عملية الشراء أو البيع أو الطريقة اللي حبيت أنت تستفاد بها. لي زابليكاسيون عفسه بزاف مليحه هنايا في بلادنا، باسكو شغل اولي كيما بكري كانت لازم كي تحوس على برودوي لازم تشقى بريزو تلقى روحك تشقى منا للصيف باش تشري عفسه، الوغ كي دوكا تدخل الابليكاسيون تحوس على برودوي تاعك تشوف لي زافي تعجبك تكوموندي ميم بو 24 تلحقك، ما تخسر الوقت ما تخسر الدراهم ما تخسر ترونسبور ما والو، ما تبقاش تحوس تلقى كلش في انترنت يبروبوزيو لك كلش تلقى لي بري تلقى كلش، تحوس بغردك في دار في البيسي قاعد في فلاشكاك تحوس بلا ما تقعد تشقى من ولا من ولا من. ندير لي فيرمون تاعي بالتليفون خير ما نروح لابوست ونستنى اونار ولا دوزور نبعثها في التليفون 5 مينيت سي بون. بار اكزومبل عندي نستخدم لي زابليكاسيون تاع الاي كوميرس كيما كاين بليزيور ابليكاسيون باش نجيب بهم لي كوموند نستعملهم مام باش تخلص بيا تاع الطياره وكلش من الدار، ندير كلش من الدار بلا ما تشقى من بلا ما تشقى من بلا ما تشقى من، هذه حاجه تعاون بزاف. المواطنة الرقمية مفهوم يشير إلى القدرة على الاستخدام الفعال والمسؤول للتكنولوجيا الرقمية والأنترنت في الحياة اليومية بشكل نشط ومسؤول، يتجاوز دور المواطن الرقمي تصفح الأنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتضمن أيضاً التفاعل مع مبادرات الحكومات الإلكترونية بما تقدمه من مزايا وتسهيلات في حياتنا. المواطن الرقمي هو إنسان شخص بنادم يستخدم كامل التقنيات الرقمية والإنترنت بفعالية وإيجابية. هذا الإنسان راه يخدم بالتليفون بالسمارتفون ولا راه يستعمل ان اورديناتور ولا يستعمل ان لابتوب ويعرف كيفاش يستعملهم، وعنده ديجا مهارات وديجا راه يعرف كيفاش يستخدم هادو التقنيات تاعو، زعما كيعرف يخدم باللابتوب يقدر يدخل يكري ان ايميل يقدر يتواصل في شبكه التواصل الاجتماعي يقدر يدير طلبات عبر المنصات الرقميه يقدر يعرف يمشي يدوموندي بطاقه التعريف الوطنيه الجديده البيومتريه يعرف كيفاش يدومونديها يعرف كيفاش يستعملها يقدر يدوموندي جواز السفر البيومتري. برغم مزاياها المتعددة إلا أنه يسجل عزوف فئة من المواطنين عن استعمال الرقمنة، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم الوعي بأهمية الرقمنة وضعف مهارات استخدام التكنولوجيا مما يجعلهم غير مؤهلين على استخدام الخدمات الرقمية، إضافة إلى الخوف من مخاطر الرقمنة مثل سرقة البيانات أو الاحتيال. طبيعي الإنسان دائما لما ندفع للتغيير يعني طريقة العيش تاعه في الحياة في بعض الحالات يكون شوية صمود، علاش؟ لأنه تعود منذ سنوات أنه يدفع بالسيولة وكذا، فلما نجيب له طريقة جديدة للدفع تبدأ الشبهات تقنية، قال الشبكة ما كانش، شبهات أمنية، قال يسرقوا الكلمة السر ويقدروا يتحكموا في الحساب تاعك، شبهات كذلك ربما يعني إجرائية. الشيء المهم أنه في الدفع الإلكتروني لازم لا بريزون شارج، أنا اليوم درت دفع إلكتروني نقصوا لي من الحساب هذاك مثلا ما عطاليش السيرفيس تاعي ولا البرودوي تاعي
لازم تكون هيئة اللي يكون عندها سلطة باش تجيب لي حقي اون كا دو دو. إيجاد المناخ الآمن ليطمئن فيه الإنسان على استعمال هذه الوسائل بأريحية. قال كل المشاكل التقنية، قال عندنا حلول، كاين برامج اللي تحميك وكذا. قال قضية يسرقوا لك كلمة السر، كاين هذه العملية دي مؤمنة. باش واحد يتبنى التحول الرقمي خاصو يستعمل منصات ويستعمل تطبيقات سهلة، باش كي نروح انا في سيت ويب ولا نروح في ابليكاسيون باش ندوموندي اسمو اك دو نيسونس ولا ولا خصني ندوموندي بطاقه التعريف البيومتريه، خاصني هذه المنصه تكون سهله الفهم، وثانيا خاصها تكون سهله التصفح. كي نروح لها تري فاسيل، احنا واش نقولوا في الجارغون تاعنا، نقولوا يوزر فريندلي. نشر هذه الثقافه الرقميه، نقنعوا الناس بأنها أصبحت ضرورة، ولكن بالأمور التحفيزية. يعني في بلدان حتى في الجزائر نتمنى تندار الآن مثلا كان شهادة الميلاد نقدروا نستخرجوها إلكترونيا هكذا ولا لا، ولكن الجزائريين ما يروحوش لها. علاش؟ لأن شهادة الميلاد الورقية ما زالها متداولة. الآن في بلدان قال إذا طلبت شهادة الميلاد إلكترونيا تأخذها مجانا. لما ندير هذه المقارنة المواطن يضطر نجيبه بالعقل للخدمات الإلكترونية ويبتعد. قال تخلص فاتورة الكهرباء، إذا تخلصها نقدا هاي القيمة تاعها، إذا تخلصها إلكترونيا ندير لك تخفيض 5%. شيء طبيعي يمشي هذه الأمور التحفيزية يمشي للخدمات الإلكترونية. تشجيع المواطن على استعمال الرقمنة في كل مناحي حياته يتطلب تقديم تحفيزات ومزايا تشجعه على ذلك، منها تقديم خدمات رقمية مجانية أو بأسعار منخفضة، منح مزايا خاصة للمواطنين الذين يستخدمون الخدمات الرقمية. أغلبية الشعب الجزائري من الشباب يتعاملوا بسهولة مع هذه الوسائل الإلكترونية، ولكن لابد أن نضيف لها شيء آخر باش نزيدو نحفزو الناس يمشيو اكثر. هو لازم نديرو يعني اجراءات تحفيزيه، لازم المواطن والتاجر يشعر باللي لما يمشي للطريقه الالكترونيه طريقه الدفع الالكتروني يستفيد اكثر من اللي يستعمل الطريقه الكلاسيكيه. كيفاش انا نقول لواحد هذا المواطن الرقمي، كيش نقولوا ولا انسان ولا الشعبي اللي راه في نيمبورت كال ولايه ولا في نيمبورت كال بلديه، كيش نقولوا انت ولا باش تخلص كاش نقدا تخلص بالكارت سي بي والكارت الذهبيه. صرا انا نشوفوا الان في المتاجر الكبرى في اونيفو دي مول، كي تروح تدخل عند لي غران زونسين يقول لك اوكي تخلص بلا كارت ما تخلص لو تامبر 1%، كون تخلص بكاش نحسب لك لو 1%. خاصنا لا ميم شوز نديروها في جميع المجالات. فمليح الحكومة تفكر، سمعت أحد الوزارة تكلم عليها أنه تفكر، قال مدة سنة سنتين ريثما تنتشر هذه الثقافة. قال كل المعاملات التي تتم إلكترونية معفية من الضرائب، لأن في الحقيقة هذه أموال كلها راهي تسوق عبر السوق الموازية، ماهيش تدخل الشبكة الرسمية. الآن لما نديروا الدفع الإلكتروني على الأقل نجيبوا جزء من هذه الأموال. المواطن
المواطن الرقمي الذي يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الرقمي مجبر على معرفة حقوقه وواجباته في الفضاء الرقمي، كحق الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية والحق في الخصوصية، إلى جانب حماية نفسه من المخاطر الرقمية، وكذا الاطلاع على القوانين والتشريعات التي تنظم استخدام الإنترنت وما تعلق بالحماية أو الالتزام. المواطن الرقمي هذا لازم تكون عنده كما قلت لك مقبلة، تكون عنده ثقافة رقمية ثانيتك بأن الرقمنة موجودة وستفرض وجودها. حتى يصبح هذا المواطن صح مواطن رقمي لازم نعرفه بما هو لنا وما هو علينا، وشنو هي الأشياء الجميلة اللي تساعدنا وشنو هي المضار ثانيتك، لأنه حتى الرقمنة عندها مضار تاعها. لازم نحميو أبنائنا ثانيتك من هذه الأشياء، لازم نكونوا عارفين وش رانا حابين، ولازم يؤطر يكون قانون واضح يحميني أنا كمواطن مثقف، ويحمي ذاك المرسل اللي هو ثانيتك حيكون مواطن مثقف بإذن الله. كيفاش هذا المواطن الرقمي ولا هذا الشخص اللي خاصو يرى اللي راه حاب يتبنى التحول الرقمي، كيفاش يدير كونفيونس ولا كيفاش يحط الثقة تاعو في التحول الرقمي؟ بحماية المعلومات تاعو، المعلومات والبيانات الشخصية. الحمد لله في بلادنا ديجا راه عندنا هذه من 2018، راه عندنا ديجا عندنا مادة وقانون لحماية الشخص البيانات الشخصية، لو لوا 1807، القانون 1807 لحماية البيانات الشخصية، لوا 1807 pour la protection des données personnelles et surtout confidentielles. الانسان لازم يكون يعرف اسكو هذا الموقع راهو امن ولا ما راهوش امن، يقدر يتاكد من الموقع اسكو فيه سيرتيفيكا اس اس ال ولا ما فيهش، يقدر يشوف القائمه مثلا تاع سي ان ار سي وزاره التجاره سي ان ار سي والقائمه تاع جيومونيتيك، يشوف باللي هذه المواقع راهي سيرتيفي واوتوريزي. يقدر ثاني يتاكد من المبلغ اللي راه يدفعه، ربما هو يشوف فيه 2000 دينار تبان له 2000 دينار تبان له دو معناتها 20000 وهي راهي 2000 دينار، ربما يكونوا ديفري مخبيين من تحتها ما يشوفهمش يزيدوهم. دونك هنا لازم يكون كاين ثقافه رقميه ولا ثقافه التعامل، تسمى هنا هذه خدمه تحسيسيه للمواطن. نشر الوعي هو أول خطوة وأهمها في بناء الثقافة الرقمية. يجب أن يفهم الأفراد والمجتمعات أهمية التكنولوجيا الرقمية وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة وآمنة. يمكن أن يتحقق ذلك من خلال تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة عبر حملات التوعية بكيفية استخدام التكنولوجيا بأمان ومسؤولية. يعني عمل إعلامي لازم يندار، وعمل في الميدان وعمل في الإعلام باش نطمنوا الناس. يكفيش أنه نطلق خدمات إلكترونية فقط، قال والله غدرنا بوابة إلكترونية نطلقناها، لا، لازم لها دعاية، لازم نفهموا هذه الخدمة الإلكترونية الفوائد تاعها مقارنة بالخدمات اللي تقابلها التقليدية، وكذلك كيفية استعمال هذه الخدمات الإلكترونية، وإذا جاتك رسالة خطأ كيفاش تعالجها، إذا جاتك مخاوف هايلك فتكون فيديوهات في الوسائل في شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بها الوزارات اللي تقدم هذه الخدمات الإلكترونية لتبسيط الأمور والشرح وطمأنة الناس، والمتابعة، خاطر المتابعة لازم تكون عندنا مؤشرات نعرف باللي أنا لما درت خدمات إلكترونية شحال من واحد استعملها هذا الأسبوع الجاي الشهر الجاي وكذا، باش نشوف هل راني في الطريق الصحيح، هل كاين إقبال متزايد أم راهي الأمور حابسة في مكانها ولا كاين تراجع. المواطنون الرقميون هم أفراد يتمتعون بالوعي والمهارات للاستفادة من التكنولوجيا بشكل فعال ومسؤول. تبرز أهمية المواطنة الرقمية كجزء لا يتجزأ من تطور المجتمعات الحديثة،
حيث يجب على المواطنين تعزيز فهمهم للتكنولوجيا والاستفادة الأمثل منها، مع الحرص على حقوقهم الرقمية والمشاركة الفعالة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا. التسويق الرقمي تو دونك سيتي لا بون فورماسيون في لو بون مومون والحمد لله وساعدتني بزاف ونجحت فيها. طورت شركه اخرى اللي هي تعمل في لا بروموسيون لا كوميونيكاسيون ديجيتال اللي هي راني حاليا نجيريها مع الشريك تاعي اللي هو اخ وليد اللي قلت لك نحييه، ورانا نديروا لا كوميونيكاسيون ديجيتال.
numérique, les formations, c'était une sorte quelque chose d'indispensable. Les gens لازم يديروه. Ou comme يقولوا كنت في البدايه واللي ما كانش هذوك الوقت لي فورماسيون. اللي هذه هي اللي سمحت لي باش ننجح ونتقدم في هذا المشروع. الماركتينغ ديجيتال هذاك الوقت في 2014 بديت نفهم بلي هذاك هو لافونير تاع لو موند اونتيي. دونك شفت بلي الوقت اللي نتعب فيه مع الشركه الاولى اللي هي كانت في الانستالاسيون ريزو درات مون دي دوني، شفت بلي هذاك الوقت لو كان نروح نفيستيه في هذا الدومين ونتعلم مليح هذا الدومين تاع لا كوميونيكاسيون ديجيتال، شفت بلي ممكن دون لو فيتور راح يكون فيه فائده كو نقعد نضيع في وقتي هذاك الوقت. باسكو علاش؟ كانوا شركات كثيره يعملوا في هذا توسكي انستالاسيون ريزو تريتمون دوني، بار كونت في الدومين تاع لو ماركتين ديجيتال كانوا كازيمون ما كاش. الجزائر سي ان مارشي كي فياج، نيمبورت كيل دومين تقدر تنجح فيه، برك لازم تعرف تروج للمنتوج تاعك، وبيان سور لازم المنتوج تاعك يكون دو كاليتي اللي ريبون ان بوزوان بيان بريسي، اللي يكون عنده احتياج، عنده اون دوموند هنا في المارشي الجزائري.